سؤال. السؤال بيقول أنا محتار ما بين أمرين، الأول هو حياة القداسة، فعندما يقترب الإنسان من الله تأتي عليه الحروب والمشاكل من كل ناحية. الثاني هو حياة الخطية، وعندما يبعد الإنسان عن الله يستريح من كل أمور العالم، لدرجة أنني تعبت من حياة السقوط والقيام على طول، وأخشى أن تأتي نهايتي وأنا في حالة سقوط. ما دام تخشى يبقى تتوب وتتصلح. أما كون أن تأتي متاعب فلي سببها حسب الشياطين. الشيطان مش عايز الشخص اللي يمشي في حياة القداسة مش عايز يفلت من ايده، فكل ما انسان يمشي في حياة القداسة يحاربه الشيطان. لكن الانسان اللي ماشي في الخطية الشيطان هيحاربه ليه؟ وده من انصاره. فلازم انك انت تتعب من اجل ربنا وتبرهن على انك انت ما تقبلش الخطيه.